بعد نزول جميع الجداول، طبعا جميع الجداول لجميع المحافظات خلاص تم نزولها بالفعل، وتم اعتمادها من قبل وزارة التربية والتعليم، وكمان تم اعتمادها من المحافظات. انتوا عارفين ان الجداول بتبقى نظام الامتحانات، في جداول ثابتة زي رابعة ابتدائي وكمان اولى وتانية ثانوي اللي لسه يعني خلال 3 ايام هتنزل، وكمان تالتة ثانوي دي جداول بتاعتها ثابتة، أولى وتانية وتالتة ملهاش امتحان. أما بالنسبة لرابعة وخمسة وستة وأولى وتانية وتالتة إعدادي كل الجداول نزلت. لكن كان في مفاجأة سارة، أنا بعتبرها مفاجأة حلوة خالص لجميع الطلاب، هنتابعها مع بعض دلوقتي. ودي أصدرها وزير التربية والتعليم. في البداية حابب إن أنا أشكركم على تواصلكم وتواجدكم الدائم في القناة، واتمنى ان انتم تستمروا على الدعم ده اللي موجود في القناه. الحمد لله احنا بنقدم اخبارنا بمصداقيه تامه، وكل الاخبار بنبقى متاكدين منها 1000000%. طيب ايه الخبر يا مستر الحلو اللي انت هتقدمه لنا النهارده؟ الخبر يا جماعه هو بخصوص الدرجات، درجات الرأفه. ايه درجات الرأفه دي يا مستر؟ درجات الرأفه يعني مثلا طبعا دي لكل المراحل الدراسيه، بدايه من رابعه ابتدائي لغايه حتى تالتة ثانوي، حتى نظام التابلت برضو أيوة معمول به في النظام ده. طبعا إيه هي بقى؟ يعني مثلا في الإنجليش، الإنجليش مثلا من 60، أنت جبت في الامتحان 25 من 60، 25 من 60، فبالتالي أنت راسب، أنت راسب في المادة دي. فوزير التربية والتعليم أعلن إن أنت ليك درجات رأفة بتختلف من كل مادة للتانية. إزاي بتختلف من كل مادة للتانية؟ يعني في العربي، العربي من 80 فبيبقى ليك من 6 ل 8 درجات، اما الانجليش مثلا والرياضه من 60 فبيبقى ليك 5 درجات، والمواد الاقل من كده بيبقى ليك 4 درجات وبعدين 3 درجات. كل ماده ليها درجات رأفه معينه. طبعا ده خبر حلو وسعيد جدا لكل الطلاب، طبعا ومراعاه للظروف اللي مرت بيها البلد، وظروف فيروس كورونا وظروف الامتحانات في رمضان والدراسه في رمضان، الظروف دي كلها خلت وزارة التربية والتعليم بتعلن عن درجات رأفة. الحاجات دي بتتم سريا في المدارس، لكن هي موجودة ومعمولة رسميا. يعني لو انت راسب في اي مادة ليك درجات رأفة، درجات الرأفة دي هتساعدك ان انت تنجح. طبعا خبر سعيد، ما تنساش اللايك واشتراك في القناة، ولو عندك اي تعليق سيبهولي وانا هرد عليك ان شاء الله. شكرا لحضراتكم.